ولذلك في هذا الزمن لو تحصل الإنسان على معلومة غريبة عنه فإن الواجب عليه أن يسأل أهل العلم حتى يتحقق منها. ولذلك قد ينسب إلى العلماء الكبار من الأحياء أو من المتوفين قد ينسب إليهم بعض الأشياء، وهذه وصلت إلينا بعض الأشياء نسبت إلى الشيخ بن باز رحمه الله وإلى غيره من العلماء الكبار ولم يقولوها بتاتا، لكنهم يريدون أن يملحوا هذه البدعة حتى تروج، لأنهم يعرفون أن مثل هذا الرجل مقبول قوله وأنه لا يقول إلا ما قال الله جل وعلا أو قاله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن بعضا من الناس سبحان الله من حرص على النص الشرعي كتاب أو من السنة إذا قال قولا يقع في قلوب الناس كأنه قول الشرع مع أنه ليس بقول الشرع، لكن لما عرف عن هذا الشخص أنه لا يقول إلا ما قاله الشرع أصبحت أقواله مقبولة كأنها هي الشرع عند عوام الناس. ولذلك لما يقال قال شيخ الإسلام رحمه الله فرق إذا قيل قال العالم الفلاني، ولذلك من اصطبغ بهذه الصبغة أصبح محبوبا عند الناس ومقبولا القول من قبل الناس، لكن متى؟ إذا كان قوله قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو العلم الحقيقي النافع، لأن صفصفة الكلام قد يحسنها كثير من الناس، فالعبرة ليست بالصفصفة ولا بالتجميل ولا بالتحسين للكلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى بعض الصحابة قد أقبل على رجلين أتيا من المشرق وكانا على درجة عالية من الفصاحة، قال صلى الله عليه وآله وسلم إن من البيان لسحرا. لكن العبرة بالخواتيم، كم من شخص عرفناه فيما مضى تحدث في المساجد أو تحدث في وسائل الإعلام في زمن الشيخ بن باز أو في زمن الشيخ بن عثيمين رحمهم الله وعلى علماء المسلمين، لكن أين المحصلة في النهاية؟ ما هو الآثر الذي بقي؟ لا يبقى إلا العلم. وما هو العلم؟ قال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما عدا هذين الأمرين وما يستفاد من السلف في فهم الكتاب والسنة ما عدا هذا كله لا خير فيه ولا فائدة منه، وإنما هو تطويل للكلام من غير ما فائدة.